الحركه ويضحك معك. انا جيتكم دابا نيشان بلقطه باش تشوفوا شديت حطيت كاميره عيطت ليها. السلام عليكم الخوت، جيسبر كاملين تكونوا مزيان ان شاء الله. انا رجعت لكم فيديو جديد، فيديو زوين. انا راه قنطاتني الخوت الكاميرا، مره تبقى دير فوكس ديال الفلو تبقى تقنطني، خصني نحطها ونخليها بوزيسيون وحده باش ديك الساعه ما ديرش الفلو. المهم ما عليناش الخوت، هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. المهم اللي كيبقى تبان له الصوره فلو بعد مره ترامل الكاميرا تبقى تفوكسي عاد تبقى دير لنا الفلو. اوكي سي بون، المهم ما عليناش. كيف ما قلت لكم السلام عليكم، نعاود ورجع. السلام عليكم الخوت، جيسبر كاملين تكونوا مزيان نتوما وكليباتكم نتوما اهلكم. وكيف ديما الله يبعد علينا هذا المرض هذا، يا ربي تطلق صراحنا ويا ربي تبعد علينا هذا المرض هذا وجعل جميع المسلمين. قولوا امين امين الخوت، برافو عليكم. والموضوع ديالنا ديال اليوم اللي غادي نهضر عليه، المهم قبل ما نهضر على الموضوع نوريكم واحد الحاجه اللي كاع الناس غادي يعانيوا منها بخصوص الناس اللي عندهم نتاوي. المهم خصكم كيف قلت لكم ديما نيتواياج في سطحكم، في البلاصه فين كاين الكلب ترجت مره مره في النهار. المهم المينيموم مره في النهار، ماكسيموم جوج مرات. اوكي ما تاخذش وقت بزاف نوريكم غتعانيوا منها. تم ما تبقاو تلقاو غادي السطح كامل غادي منقط هكا، حيت راه الكلب ماشي عنده مريضه ولا شي حاجه. هي هادي عذاب. كيف ما قلت لكم الكلب ماشي عندي مريض ولا شي حاجه، ولكن راه باقا اون شالور. يعني اليوم واقيلا نهار الثالث ولا الرابع. انا كيف ديما تنوعدكم ديما بالجديد والفيديوهات الجديد، يعني ديما 3 جوغ 2 جوغ تطيح لي فكره تنوض نصورها. انا عارفه غادي تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم الجميع. وما عليكم الخوت كيف ما تنقول لكم غير وعدوني وعدوني وفيو بالوعد ديالكم، ما تخسر حتى شي حاجه. بارطاج صيفط جروب فيسبوك، بارطاج صيفط صاحبك، ما تخسر حتى شي حاجه. صبعك ما يضرك، ما يتقطع ما حتى شي حاجه الخوت. انا ماشي تنفرض عليكم، ولكن الا كان كيعجبكم هذا الكونتوني ديالي باش نزيدو كاملين لقدام وباش تشجعوني. شنو هي الموتيفاسيون اللي كدير اليوتيوبر؟ انت غتدير له بارطاجي ولا لايك ولا كومونتير، حتى الحوايج كي تخسر خصك تخسر عاد دير باش كتشجعو يزيد لقدام. كتخسر عليه بارطاجي ولا لايك ولا كومونتير، ثلاثه الحوايج تخسر ما تخسر حتى شي حاجه. ولا كنتي انت ولا انت يلا اول مره تفرج فيه ما تخسر حتى شي حاجه. ابوني ما حتزيد لك في الثقل، ما تزيد لك في راسك ما حتى شي حاجه، راه ما عتقل عليك ما حتى شي حاجه. غتخسر ابوني هي اللي غتخسر، غتورك عليها وسير في حالك. ما بغيتيش تفرج فيها سير في حالك. المهم ماشي مشكله الخوت، تبارك الله على اي واحد اللي كيشجعنا بلي زابوني ديالو داك الشيء اجي دايزيش. او كيف ما قلت لكم، المهم الموضوع ديالنا اليوم اللي غادي نهضر عليه هو كيفاش تخلي كلبك ما يبقاش يعضك. بزاف الناس كيفاش غنقول لكم انا راه عاد فايت. المهم بزاف الناس كيبقى يقولوا لي بخصوص انستغرام. المهم الخوت اللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه اللي شافني ما تنجاوبوش في اليوتيوب يدخل لانستغرام عندي. هي انستغرام ديالي هي هذه مفتوحه في اي واحد، ولا يبع عليكم الا قال لكم شي واحد سولته وما جاوبنيش. راه الحمد لله اي واحد سولني تنجاوبو ديما، تنوض تلقى اسئله ديال بنادم. وهنا كيعجبني الحال علاش تلقى اسئله ديال بنادم، حيت كيجي كيقول لي خويا انا متبعين ديالك في اليوتيوب وبغيت صافي تنعرف داك السيد بانه راه شاف داك الفيديو ديالي وعجبو داك الشيء وجاي يسولني. مرحبا الخوت باي واحد، كيف ما نعاود نقولها لكم هي هذه انستغرام ديالي، مرحبا بكم في اي وقيته واي حاجه بغيتوها مرحبا بكم. مهم ما عيناش الخوت. واحد السؤال كيتطرح لي بزاف انستغرام من خلال المهم ما نهضرش على الفيسبوك، كيتطرح لي بزاف انستغرام ديال هو خويا كلبي كيعضني، خويا كلبي كيبقى يلعب معايا داك الضحك خايب، خويا بزاف الحوايج. انا كلبتي راه تبقى تعضني وتجي وتضحك معايا وهو ماشي عضان، هذاك راه الضحك ديالهم. غنشرح لكم راه الكلب انت سيدي انا تلعب بيدي، هاي تلعب بيدي اوكي. الكلب راه عنده الضحك. المهم نحاول نحط كاميرا يدي ضراتنا، اسمحوا لي خوتنا. رجعت لكم شوف في انا، شوف داك الشيء اللي مورايا، انسى داك الشيء. انا تنصور باللي كاين باش ما كاين، باش الملابس باللي كاين في السطح غادي نصور. المهم ما عليناش، انا اللي الفكره اللي عندي في راسي هي نوصلها لكم، نوصلها لكم بابسط طريقه وبابسط شرح. والحمد لله شحال من واحد كيفهم داك الشيء تنوصلو. صاي ديزي صاي شويه مسيرات غاتا تتناقص من صبح تتناقص على واحد اللعبه اللي غادي نهضر عليها. المهم الخوت باش نرجع دغيا باش نزرف في الهضره. الهضره اللي غادي نقول لكم راه ما توصليلهاش. الهضره اللي غادي نقول لكم هي ديال كيفاش كلبك ما بقاش عندك، كيجي يبقى عندك في يدك، يجرك من سروالك، يجرك من حوايجك، يتقبل لك حوايجك. الا كنتو تتفرجوا فيديوهات ديالي شحال هادي، انا راه شحال هادي ديال الحوايج خاصين بيا اللي تطلع بهم عندها باش حيت شحال هادي كانت صغيره كانت ديما جر لي سروال تقبو، جر لي قبية تقبها، تريكو تقبو. راه عندي الدليل وباقي نتصاور، باقي فيديوهات عند فلاشين ديالي. المهم ما عليناش الخوت، اللي ليسونسيال اللي غادي نهضر عليه. اجيش اجيش نلعب معاك، تحب معاك ياك
تقاليت قولي لهم خا نكملو الفيديو. اه باش ما كلبك باش ما الكلب راه عنده لعبه وحده راه كيلعب فمو ما كيلعبش بيديه برجليه يديه ورجليه غير كيجري بهم حنا تنجريو برجلينا وتلعبوا بهم وبزاف الحاجات الكلب كيلعب فمو وصافي مسالات بلاتي بلاتي هنينا شويه. آه الكلب كيلعب فمو ما كيلعبش بيديه يديه ورجليه كيف قلت لكم كيجريو بهم حنا رجلينا نلعبوا بهم كره نجريو بهم نسخروا بهم هو لا رجليه كيجري بهم كيلعب فمو يعني فم كيعض به مهم علاش باش كلبك ما يبقاش يعضك ولا باش ما يبقاش يضحك معك داك الضحك الخايب اللي ما كيعجبكش انت كاين واحد الطرق ساهلين تبقى تلعب معاهم بعد كلبك اللي تبقى تحيد منه هذا الشيء حيت هو مع فمو كياكلو سنانو كياكلو كيبغي يلعب معك داك الشيء كيبغي يعبر على داك الشيء انت ما كتفهموش هو كيقول لك بواحد الطريقه هو ما يقدرش يهضر ما وصلكش ديك الطريقه ولكن انا وصلها بطريقه اخرى. المهم باش نوريكم انا دغيا تنخلي له واحد الحاجات باش نقنفها من العضان وداك الشيء نوريكم شنو تنخلي لها في السطح انا نجيكم ليشان ليزي ارصاي ها هو عرفتي شنو هذا غنوريكم خوه هو هذا سطل سطل ديال المقابط صافي رشا شويه عطيتو له فرتاتو غنوريكم واحد الحاجه اخرى طاسه ديال الحمام شداتها فرتاتها قلعه شتي كيدايره. المهم الخوت باش نبين لكم انا باش نقول لكم نقاد شويه كاميرا عاد نهضر اوكي سيبو باش نبين لكم الخوت صافي خلي كره باش نبين لكم الخوت باش انا تنقنف كلبتي ما تبقاش دير داك العطان وداك المسالات وداك الشيء راه هذا الشيء يعني تندير لها انا تنعطيها هذا الشيء تتلعب به نعطيها تعط تلعب في السطح باش ما تقطع ليش الحوايج حيت هي النهار كامل تبقى مطلوقه تضرب المغرب حتى نخرى نسد عليها في الكاج ديالها تتبقى تلعب النهار كامل بداك الشيء الحوايج منشورين ما تقيصهمش الحمد لله راه كاين بزاف الناس كيعانيو من هذا الشيء شد له سبرديه لا سروال اي حاجه غيقطع له ونوريكم بالدليل عين ضحك معها تبقى تعضني في يدي وشحال من حاجه وانا عندي رهنه وانا عارفه شويه مسخسها ما غاديش نورك عليها ومورا غادي نوريكم الحل النهائي الحل النهائي باش كلبك ما يبقاش يدير لك هذا الشيء هذا انا المهم خليكم معايا. ها انتم الخوت كيف ما شفتوا انا دابا رجعت لكم فيديو منيش انا واضح الكلب تبقى تشدك وتعضك حيد لك نيابك العضان ضروري يا خوت يعني هذا واضح الكلاب تشدك يبقى عضك بحال هكا ويضحك معك انا جيتكم دابا نيش بلقطه باش تشوفوا شديت حطيت كاميرا عيطت ليها فتجي تبقى معايا هكا يعني الكلبه باغا تعض يعني الكلبه باغا تلعب باغا بزاف د الحوايج ها هات غنوريكم كي ولات يدي هاتو ما خوت هاديك هذا هو العضان اللي كتسميو تما خوت هذا ماشي عضان هذا راه ضحك ديال الكلاب هذاك هو كيبقى يضحك معاك بحال هكا كيقصحك اسيدي في يدك ما كيبغيش تحملوش يلعب معاك بحال هكا حيد الكلب ما تربيش خصك تصبر لهذا الشيء وتضحك معاه شو يديك ولات شتي ولات يدي ها هي منقطعه حمراء المهم الخوت هذا راه ماشي عضان هاد الكلاب هذا راه ضحك انا عيطت ليها هي تقدر تجي دابا تبقى تلعب معايا داك الضحك داك الشيء عادي تنضحك معاها وندفعها وكذا هادي غنوريكم دابا ياك هذا هو العضان اللي كتسميو نتوما هذا هو المشكل اللي كيدير ليكم الكلب مهم ما عليناش غنوريكم دابا الخوت طريقه باش تحيد الكلب منو هاد القاعده هادي انا دابا فاش نعطيها المساح تنعطيها يعني تنضحك معاها وتنتصرى تبقى تجي دير لي هادشي هذا مهم ما عليناش انا دابا كلبتي ما غاديش نورك عليها حيت عارفه شويه مسخسه وهي شويه المورال ديالها مشيت لهيه راكم عارفين علاش صافي بنتي صافي انا نوريكم دابا الحل نوريكم واحد اللعيبه صايبتها واللي عجباتو حتى هو ندير لكم فيديو كيفاش صايبتها وتحيه لعماد راه كان معايا فاش صايبتها عماد راه عارف شكون راسو عماد هانتوما خوت معايا الدعم حتى شي حاجه هادو الضحك مالك بلاش تدير هاد البريزا
مشى الخوت ثلاثه الحاجات باش كلبكم ما يبقاش يعضك وتبقى تعطيه الخاطر وتلعب معاه انت داك الشيء. هي دابا رمص باش تتنقز عليهم باغا تعضهم عيط تزق من كاع عليهم. المهم الخوت كاين الحاجه الاولى هادي كور رطبه حيت باقي ما شريتلاش كره ديال اللي جيو ديال الكلاب باقي ما شريتهاش تتطلق هادشي عاد شغيله. هادي كره تلعب معاها بها. هادو جوج تنيسات تلعب معاهم تما بها. اونفان نوريكم شنو صايبت. صايبت هادي هادي صايبتها البارح بالليل شدة منا. هيا هاد اللعيبة هادي شوية صحيحة صافي بلاتي شدة منا. أو لا لا كيف ما شفتها الخوت صايبتها هادي البارح. اللي بغاها اللي بغاني نوريه كيفاش صايبتها هادي بودان صغيرة على شكل يدي ضحك معاها بيها لعب معاها بيها رخالها ونعاود نحيدها لها ونقصر معاها بيها. نقصر مع كلبتي بادي خير ليا نقصر مع كلبتي بكورة خير ليا حسن نتلاقى مع بنادم اللي خايب. ونصيحة الخوت قصروا مع كلابكم وعطيهم وقت حسن نتلاقى بنادم ما يصلح ليكم شو خايب. وانا دابا مهم هادي نصيحة خارجة من اي حاجة بزاف حوايج. مهم ها هي كيف ما قلت لكم بودان صغيرة اللي بغاني اللي بغى يعرف كيفاش صايبت هادي يخلي لي في الكومونتير يقول لي دير لنا فيديو مهدي على كيفاش صايبتي هادي. ان شاء الله هاد الله والله الا غادي نوعدكم نوريكم جوج شكال ديال هادي كاينه كبيره ديالها والصغيره ديالها وتصايبوها. قلت لكم هادي في 5 دقائق ولا 10 دقائق صايبتها شي حاجه زوينه وكبيره. وانا نوريكم دابا كيفاش نضحك مع كلبتي كبيره وتلعب معها بها. خليكم مع الفيديو باش الخوت نخليكم كيفاش نقصر معاها الكره. ديما راكم عارفين كيفاش نقصر معاها الكره. جوج تنيسات ايديز اونتر بيي وي اسي وي كوشي كوشي وي قصر معاها بحال هكا نضحك معاها ونحاول نحيدها لا كدا حتى نسخف الكلب. هو باغي يلعب فمو صافي دابا تكونسونطخا معايا هو باغي يلعب فمو دونك لعب معاه شي حاجه انا كيبغيها. نخلي الكلب شي حاجه يحبها ما نخليلوش حوايج ديال الدار صنداله يقطعها ديال الدار شي حاجه. دابا نخلي لها صنداله هنا ما نمديهاش فيها حيت عندها صنداله هزات حماق علي راني مخبي على تبلاتي شويه نعطيها. ديما خلي الكلب يحب شي حاجه. ونعطيكم نصيحه الكلب شي واحد الكلب وما كيبغيلاش كره ما عمرك تخليه في السطح. انا كره ديما حاطها هنا فوق الضوايا عندك كره بودان شي حاجه تلعب بها ديما حاطها فوق الضوايا. دابا ما تحركش ديما حاطها فوق الضوء باش ديما الكلب يبقى موحشة كيبغي. هذه النصيحه اللي نقول لكم. دابا نديرو طريح ديال جوج تنيسات يلا وي طق ت يعني بط اف مره اكو سي بيان. المهم الخوت اللي بغى يشوف الفيديو ديال كيفاش كلبك يبقى يجيب لك الكره ولا يجي حداك ويرخيها لك انا نخليه لكم الفوق هو هذا تفرجوا فيه غادي يعجبكم. دابا كونسونطري الكره معها اسي اسي يلا دوبا دوبا وقف وقف مرة زيد زيد وقف وقف وي سي في ابور على ابور 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 فوالا ها هما جوج كرات. قصر معاها بحال هكا شوف ما تحركش من وحدها. دابا اي حاجه قلت لها غتبغي ديرها. ونوريكم الحاجه الثالثه اللي صايبت هي اللي تنضحك معاها بها بزاف تشرك نعاود نصايب لها واحده اخرى ما تاخذش وقت بزاف وما فيهاش فلوس وما فيهاش مصروف وسهله. وكاينين الناس اللي كيشريوها بزباله فلوس انا تنصايب لك الشيء راسي. واللي بغاها كيف ما قلت لكم يخلي لي في كومونتير ما دي خلي لنا فيديو على هذيك وانا ابخي مورا غادي ندير لكم الفيديو كيفاش تنصايب. Assis, place. Oui. Attends. Oui, Daisy. Allez, c'est bien. Chaque mère joue bien, j'ai rien de très hélas. On va bien, Daisy. Voilà. Oui. Oui, Daisy, c'est bien. والله سخفين ما فيه منهز يلا نشرب معاها نضحك معاها شويه او ميم طو هي ما نفرسيش عليها نضحك معاها بهاد الحوجات لعب معاها بهاد الحوجات. هاي جابتها لي مورايا باغا تلعب معايا.
من بعد منا تعاود تجي باش تبغي تلعب معايا هي وبزاف د الحوايج الخوت. المهم الخوت نتمنى فيديو صغير وبسيط نتمنى يعجبكم وتحقق معكم اجي والله انا عيان ما في ما نفرص على راسي وما في ما نفرص عليها هي راها عيانه. المهم الخوت كيف ما قلت لكم نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وتبارطاجوه مع صحابكم اللي عنده هذا المشكل ديال كلبو كيعضو يصايب له بحال هذه يبقى يلعب معاه بكره يخلي له بحال الحوايجات اللي وريتكم في الاول يخلي له في السطح وان شاء الله غادي يتهنى من هذا الشيء. هذا كيما تشوف كلبو كيجي بخير يضحك معاك هذه ندز هذه صايب لعب معاه بها. ما عندكش هذه ندير لكم فيديو الخوت باش تصايبوها لراسكم تشرق لك عاود صايب واحده اخرى. انا راه خنشه يعني خنشه من هذا تصايب لك ربعه واربع عرفتي تبارك الله شحال يدوزو لك راه صحيحه ما شاء الله دوزي شهر ربعه يدوزو لك 10 شهور ونعاود نصايب واحده اخرى وتتقام فاول ما رخيصه ما غاليه ما حتى شي حاجه تخيل بيان ديزي. المهم الخوت كيف ما قلت لكم هنا غنختم الفيديو فيديو صغير بسيط زوين ان شاء الله نتمنى يعجبكم يا خويا نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم و تحيه للمغرب وتحيه للجزائر وتحيه لتونس وتحيه لاي حاجه دارها كيعجبني بصو تحيه لاي بلاد ونتمنى كاملين فيديو يعجبكم وتبارطاجيوه مع صحابكم وتهلاو الخوت ان شاء الله في حلقه جديده اخرى وفي حلقه زوينه على الخط تهلاو بالصحه فطوركم.